بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن الإجراءات التي تنفذها وزارة الموارد المائية في محافظة البصرة لمعالجة الشحة، تقوم مديرية صيانة مشاريع ري وغزل البصرة بتنفيذ عدد من الأعمال داخل المحافظة، الهدف منها هو تقليل ظروف الشحة. منها أولا تنفيذ خطة تطهيرات لصالح مديرية الموارد المائية في البصرة، حيث بلغت نسبة الإنجاز لغاية تاريخ هذا اليوم 30/6 بحدود 50% من الخطة المقررة لهذا العام، إضافة إلى توفير عدد كبير من الحفارات لمعالجة الشحة في مجمعات الإسالة لغرض رفع الترسبات من مقدم مضخات المجمعات، إضافة إلى إسناد مديرية مشروع ماء البصرة بعدد من الأعمال لضمان وصول الحصة المائية إلى أحواض الترسيب. ومنها أولا تنفيذ خطة تطهيرات من المحطة 125 إلى المحطة 165 محطة الضخ بأستو، تم تنفيذ العمل وإنجازه بالكامل بنسبة 100% باستخدام حفارات ذراع طويل وتطهيرات من الجانبين، إضافة إلى تنظيف حوض قناة الفدعة مشروع ماء البصرة من نبات الشنغلان وبكمية 72 كيلو متر باستخدام السلسلة والثقالة، وتم إنجازها بنسبة 100%، إضافة إلى تنظيف أحواض الترسيب من نبات الشنبلان والأدغال المائية باستخدام الحاصدات التخصصية، حيث تم تنفيذ أعمال بحدود 128 ألف متر مربع، والأحواض حاليا نظيفة بنسبة 100% ولا توجد فيها أي إصابات، إضافة إلى إسناد قناة شط العرب العروائية بعدد من الحفارات لتنظيف نبات الشنبلان من قناة اليوشي في منطقة السيبة، حيث تم تنفيذ 11 كيلومتر بناء على طلب المشروع وتم إنجازها بنسبة 100%. كذلك تم تنفيذ عمل لصالح إدارة إنعاش الأهوار في البصرة وتمثل في تطهير نهر الروضة من الترسبات، حيث بلغ الترسبات التي تم رفعها من النهر بحدود 17500 متر مكعب، وأنجز العمل بتاريخ 22/6 بنسبة 100%. كذلك تستمر مديريتنا بإسناد مديرية الموارد المائية بعدد من الآليات لتنفيذ خطة الوزارة لرفع التجاوزات عن محرمات الأنهر الرئيسية والفرعية. رئيس مهندسين أقدم وليد خالد مبرود، مدير مديرية صيانة مشاريع ري وغزل البصرة.